يصلي يقوم أثناء إلقاء خطبة الجمعة ويترك المسجد لكون الخطبة لم تعجبه، هل عليه ذنب؟ يعني إذا كان الخطيب يشرك بالله مثلا يقول يا سيد يا بدوي إيش في الولد، فساب له المسجد ومشي، ما فيش مشكلة يصلي في مسجد آخر لأنه أتى بكفر، لكن ما دون ذلك يمكث في المسجد.